طارق سليم شو بدكم تناموا؟ ما هو انا نعست بدي فوت نام. وانا كمان. لا ما في طولوا بالكم لا يجي بابا مشان ناكل فلافل. انا اكلت كثير بعيد الميلاد. وانا كمان. تصبحي على خير. وانا كمان. هي تعال هون انت وياه. مين بده يكب زباله؟ اليوم دور اخي. يعني ضروري تتذكرها. ماما اجيها لبكره. لا ما راح اجي لك، تعال شوف قدامي، يلا تعال. فوت لجوا، احمل كيس زباله وكبه. شايف تعال. زبالي زبالي زبالي، أنا لازم كبلي زبالي. ناس بدون اخلاق وبدون تربيه. الحمد لله على السلامه سيد جميل، كنت اتاخر لك شوي ثانيه، كل هذا مشان كم سندويشه بدنا نتسمم، وين كنت لهلا؟ انا قبل ما تفتحي لي محضر وتساليني وين كنت وليش تاخرت، اساليني عن البهدله اللي بهدلتها وانا فايت على البيت. ومين بهدلك كمان؟ واحد قليل ادب، قليل ذوق، اهله مو مربينه. رمى كيس زبالة اجا فوق بزر مخي فصفصه طلع لي دنقورة. خرجك تستاهل، لو ما تأخرت لوقت كب زبالة ما كان اجا كيس زبالة على راسك. هلا طلع الحق علي، ما بدي اخذ واعطي معك. الاولاد وينهم؟ ناموا. لكان ليش طلبوا الفلافل؟ استنوك استنوك، قاملوا عزوك فاتوا ناموا. ليش تأخرت لهلا؟ ما تأخرت. لا تأخرت. عم اقول لك ما تأخرت. لا تأخرت. لك يا عيني انا يا دوب بعد استرحت ببيت اهلي شوي وشربت فنجان قهوة وحكينا كلمتين وتناولت الفلافلات واجي. ولا شو هالكلمتين؟ خليهم كلمة واحدة، ولا لقيتها فرصة ببيت اهلك لترش حكي علي؟ لا رشيت ولا بخبخت، بدي بخبخ حالي هلا من ريحة الزبالة. شو كان بدها اختك؟ مين كان عندها؟ أكيد كان عندها رفيقة حلوة ما هيك؟ أنا زودتيها؟ ما عاد قدر اتحمل. ايه شو حكيته لينطمز؟ خذ حبيبي هي الخيار الجديد. يسلموا ايديكي. شايفة ما أحلاكي؟ هيك ها خليكي هنية، اسمك هنا أنت، خلعتيني رأتي إنه؟ حبيبي أنت، مشان نشف لك شعرك. على مهلك، على مهلك، على مهلك. شو هالحلاوي هي؟ ليش ما بتضلي هيك على طول؟ حياتك لضل. بدك شي جميل؟ سلامت عيوني. حطيت لك إياها مشان ما يلحقك برد. يسلموا إيديك يا حبيبي. عيوني. مو عاجبتني القصة. شبهها ساعة فوق ساعة تحت، ساعة بتطق فيوز وساعة بتشعل فيوز. معقول كون عديت من المحمود؟ لا هي غامس فيها خلق. بدكم الحقيقة شباب ما في أحلى من بلادنا. مزبوط، بس لهاللي معه مصاري. ولا يهمك وسيم، خير الله كثير. بدك مصاري؟ لا حبيبي ما بدي، شكرا كثير. لا يا عمي محشط حشاي، من كم يوم بيع مسلسل وقبض حقه. لا هي معناتها بدنا حلوان المسلسل. تكرم عيونك، جيب لهم كازوستين للشباب. مين قالك على المستودع؟ هيك شو زميل هذا؟ زميل؟ ما بعرف يا خالي على المستودع، بدك ما بيجي على المستودع، إذا بدك ما بيجي على المستودع، أنا مستودع من المستودع، ما كنت معي كل شغل، أصلا الدنيا كلها مستودع. قبل ما تنتقل على المستودع وين كنت تشتغل بالأول؟ أنا كنت على المستودع أكرم شي ناقص، لما حلقوا له وطيروه يعني أذعوه. بدك ما بيجي على المستودع، ما بيجي معي أنا مستودع، مو مستودع كله شغل سيدي. أصلاً الحياة كلها مستودع. قبل ما تنتقل على المستودع وين كنت تشتغل بالأول؟
انا كنت عند الاستاذ اكرم شنقا، بس لما حلقوا له طيروه يعني رعوني طياره وبعثوني على المستودع. اذا بدك مره على المستودع ما فرق معي، انا مستودع مو مستودع كل يوم شغل سيدي، اصلا الحياه كلها مستودع. حلوه يلا يلا روح على شغلك. وين لالا جميل؟ لا هات المفتاح جميل، تجي نتذكر ايام الصبا. مفورها يعني؟ ايه ماشي. مين بده يفورها؟ انا. تطلع فيها انت؟ يلا. انا بدقها بس. لا دقه صغيره بس مني. ما ايوه يلا استنى شوي لحظه. مكن ها؟ ماشي طلعوا. مكن ها؟ طلعوا. ما طلعي. اسف اسف خلص نجيب لك قميص جديد بس ارجع من الشفا. قوم 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 عم غاسل، قوم دبر حالك، قوم هذا الدبق ما بيطلع. شلون دبر حالي؟ وصل للقميص الداخلي. لك ما حدا شايفك، قوم قوم عم غاسل، قوم ما في حدا من الغاسل. هاي بغسلوا. جميل. لا ما حلوه بعدين بشلع. خلص جميل عملك شلع. خلص بعدين شو بقى؟ ولا دقيقة استنى هلا بشلع. خير شو في؟ شلع كمان كمان. خلص بقى. شو هذا اللي كنت تقعده يا جميل؟ يا رشاس يا كذاب. لك شبك شو في؟ أنا شو في شبك؟ هدي هدي شو في؟ عم تستني شو في كمان؟ روح ارجع لعندها. ليش قايل عندي؟ روح قلت لك معه. لك لعند مين بدي ارجع؟ أنا كنت مع سرير ورفقاتي. أكيد حبيبتي في سوء تفاهم. لا ما في سوء تفاهم، هي دليل إدانتك واضح مثل الشمس. لك أنا ودليل وأنا وإداني، عن شو عم تحكي؟ عن هذا قميصك. شبو قميصي؟ أنا لعلك شبو. شبو؟ أنا لبستك إياه عن مقلوب قصداً، وهلا أنت جاييني وأنت لابسه على الصحيح، فيك تقول لي شو يعني؟ إنه الغبي بيفهمها، يعني شلحته ورجعت لبسته. مظبوط، شلحته ورجعت لبسته مرة ثانية. وعم تعترف كمان؟ طبعاً لازم تعترف، لأنه دايماً لابسك من فوق لتحت يا كذاب، يا جميل، كذاب. لك أنا وطي صوتك، ما حلوة هلا بفيق الأولاد. كثير هاد الهم الأولاد، لو هاد الهم الأولاد ما كنت تركت أمه لحالها ورحت لعند وحدة ثانية. قلبي شو أحلف لك إني ما كنت مع وحدة ثانية؟ ما عاد يفيدك الحلفان، الدليل واضح. لك آدم حالي إذا كنت مع وحدة ثانية، سكر أنت يا جماعة. هاي فيقتيهم عشبك، لك عم قلك كنت مع سمير ورفقاتي، لك شبك ما بتقتنعي، رح تبهدليني، جنيتي. والقميص شلون انقلب؟ اه من المقلوب لصحيح، فيك تفهمني شلون انقلب لحاله؟ لحاله القميص انشلع وانقلب وانت قاعد على الطاولة من غير ما تحس. بلا حسيت. عم تغيظني كمان؟ روح ارجع له. هلا تعبان وبدي فوت نام. ها تعال هون جميل، ما فيك تنام، لا تفهمني شلون انشلع هالقميص ومع مين. بحكي لك بس توعديني بالاول انك تصدقيني. احكي لشوف. لا ما راح تصدقي، ما في امل. احكي لشوف وانا بقرر اذا بصدقك ولا لا. طيب شرفي معي لاحكي لك، تفضلي. نام انت يا ولا شايفكن. نام طارق، هلا بيجي ابوك بيعملنا فنطي. من وين بدي نام؟ ابوك وامك طيروا النوم من عيوني من مشاكلهم. بتعرف انا تعقدت معك بدي اتجوز وانت؟ انا بدي نام. انت ريتا ما عاد بدي اتجوزك، هلا انت ادمية بس اتجوزك بدك تعملي لي مشاكل. هي كل القصة، وإذا مالك مصدقة شلحت لك القميص مشان تشميه، تفضلي. وهي دليل ثاني على خيانتك. على شو؟ على خيانتك اللي ما حليت لك إلا وأنت مرنضج وشربان لك شي شغلة مع الكازوزة، لكن مشان تحلى القعدة. يا حبيبي أمنا من تحت الدلف وأنا تحت المسراب. قوم سيد جميل، قوم قوم بالبس ثيابك ورجع لعند ست الحزن، ولا تنسى تاخذ معك قنينة كازوز مشان تحلى لك القعدة. تفضل. لك أنا 100 مرة صرت مفهمك حاجة تعيطي، الأولاد فايقين. بدك يعني اسكت؟ لكن أنت بتطلع تنبسط بتفرفش وأنا لازم أخرس حرصاً على مشاعر الأولاد، هلا لو انقلبت الآية وأنا صرت بموقعك وأنت بموقعي، شو كنت عملت؟ شوفي أنا، أنا مالي فاضي لك، حكيت لك القصة مثل ما صارت، حبلك تصدقي، صدقي، ما حبلك، ليكو التليفون قدامك، اتصلي بسمير ووسيم واسأليهم، ورح تكتشفي إني حكيت لك الحقيقة. يعني صعب كتير تكون متفق أنت ورفقاتك على هالقصة، لكن رفقة أنت بتستر عليهم وهن بيستروا عليك. يبدو إنه ما في فايدة. شو ما بدك أحكي؟ أنا بدي نام. تصبح على خير. لا 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 لا
خرجي الله لا يقيمني، ضروري افجر الصمام. نايمة هون؟ لا حبيبي، بس أبوك مقرب خفت يعديني. إيوة، هلا اللي قريب صار يعدي، معك حق تنامي هون. شو قصدك؟ ما قصدي شي، بس هديك المرة لما قرب البابا قريب قوي والطرفح الطرفوح وصارت مناخيره تشرشر، ما قمت من جنبه. الظاهرها هذا نوع تاني أقوى من هداك النوع. هلا أخوك التاني وينه؟ عم يشخور. عم يشخور؟ يروح فيقه ولبسه مرايلكم لساوي لكم صندرين. يلا. لانا مضطرة كل يوم تفيق بكير مشان تبعت الاولاد على المدرسة. منيح لي ما كانت هالمهمة الي انا. ايش مكركبة هالصوت هاي؟ صباح الخير انه شو ما بدك تردي؟ لسانك اكلوا القط. مياو. على فكره تاني مره لا تنامي على الصوفه. هي انا رجال يعني من الجنس الخشن وبقدر نام على الخشن، بس انتي جنس ناعم ولازم تنامي على الناعم. يا ناعم حضر حالك من اليوم. لا ما حذرتي، اليوم ما حدا راح ينام هون، معنا نهار بطوله بجوز نتصالح، مو هيك هنو؟ لا مو هيك هنو. لا اسمعي هنو، اذا كل واحد بده ينام بوضه فانا احسن شيء روح نام بالاوتيل. نعم اصلا انت هذا اللي بدك اياه مشان يفضلك الجو تسرح وتمر على كيفك. بس بايدك يعني ما تخليني روحه. شلون؟ بنرجع مننام تخت واحد. موافقه بس على شرط. شو هو؟ كل واحد بدير وشه على حيط. مبدئيا ماشي الحال. شو عليه؟ يلا ما بدك تروحي على شغلك، تأخرنا. ما بدي روح معك. ايه أنا عندي هيك شغلي قبل الدوام لكان بقضيها وبعدين بروح على الشغل. لا استنى، بروح معك. ايه شرفي.